يعيد نفسه. العثمانيون الجدد أردوغان وأوغلو يخطون خطى جمال باشا السفاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية في سوريا وفي دعم الإرهابيين في سفك دماء السوريين. تقرير أعده الزملاء في المركز الإذاعي والتلفزيوني بمدينة إدلب. هو الزمن يعيد نفسه من جديد لكن بأشكال وألوان مختلفة. فمنذ ما يقارب القرن من الزمن أقدم المحتلون العثمانيون على إعدام نخبة من أدباء ومفكري سوريا فقط لأنهم دعوا إلى التحرر من ظلم العثمانيين واستبدادهم. عام 1916 في 6 من أيار تم إعدام الشهداء في بيروت ودمشق، وحاليا العثمانيين نفسهم عبيعيدوا الكرة في قتل المزيد من السوريين من مدنيين وعسكريين ليعيدوا الكرة ليعيد شهداء ثاني في سوريا. في مثل هذا اليوم 6 من أيار عيد الشهداء قام جمال باشا السفاح بإعدام رجال الدين والمفكرين والأدباء وتعليق رؤوسهم، والتاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام في هذه الأزمة. الإرهاب يضرب سوريا ويقومون تحت شعار الحرية باغتيال رجال الدين والمفكرين والأدباء. فكل الرحمة على شهدائنا الأبرار، ونقول لهم من رحمنا أنجبنا الأبطال، وبفكرنا ربينا الشجعان، وبأيدينا قدمنا الشهداء للوطن. الذي يتمتع بقتل وسفك وهراقة دماء السوريين الأبرياء هو أردوغان وأتباعه ومن سار على نهجه من الإرهابيين المجرمين. هؤلاء الشهداء هم الذين قدموا دماءهم للدفاع عن هذا البلد وللذود عن حياضه وليبددوا المؤامرة التي نسجت ضد هذا البلد لتقسيمه إلى دويلات. هو النفس الزمن يعيد نفسه. جمال باشا السفاح في ذلك الحين يماثله حاليا هو أردوغان. أردوغان هو من يدعم ويمول الإرهاب في سوريا ويعيد التفجيرات ذاتها التي أعدمت في ذلك الحين في عام 1916 في ساحة المرجي. الآن يعيد نفس الزمن يعيد نفسه وتتم التفجيرات في ساحة المرجي بدعم من الإرهاب والصهيوني أردوغان للانتقام من التاريخ طبعا. ما أشبه اليوم بالأمس. آلاف الشهداء تزهق دماؤهم باسم الحرية والديمقراطية، لكن التاريخ سيحاكم هؤلاء القتلة، وستبقى دماء شهداء سوريا لعنة تطاردهم، وستبقى أرواحهم الطاهرة منارات في ليل حقدهم الأسود.